كفاينل ريمارك، لازم نبص على الاي سي جي ان هو مش الطريقه الوحيده علشان تقييم عضله القلب. القلب عامه لما بنبص عليه من خلال الاي سي جي احنا بنقيم الالكتريكال اكتيفيتي بس اللي موجوده فيه. الالكتريكال اكتيفيتي دي اكننا بنتكلم على الاشارات اللي رايحه للعضلات علشان تخلي البامبنج اكتيفيتي تحصل. فبنتكلم على ان احنا عشان نقيم القلب بطريقه سليمه لازم نبص على الجانب الاخر اللي هو بيبقى هو الاكشوال فانكشن بتاعت القلب، اللي هي الميكانيكال كاردياك فانكشن، هي البامبنج كاباسيتي بتاعت الهارت، عشان نقدر نقيم القلب شغال ازاي. فلازم دايما نحط في اعتبارنا الاي سي جي هو بيبص على الجانب الكهربي من الفانكشن بتاعت الهارت، اللي هي اكننا دي سيجنالز بتتبعت علشان تشغل القلب، انما هل هو اشتغل ولا ما اشتغلش ما اقدرش ان انا احكم عليه من خلال الاي سي جي وبس. فالحقيقه في عندنا انواع كتيره جدا ان احنا نقدر نبص بيها على الميكانيكال فانكشن، مينلي بنعتمد على ان احنا نبص على البلاد بريشر، ونعتمد ان احنا نبص على الكاردياك اوتبوت، والاثنين الحقيقه لهم طرق كتيره جدا عشان نقيسهم، ودي طبعا موضوع يعني لوحده منفصل يعني، بس انا حبيت بس نحط الاي سي جي ان كونتكست اوف كارديو فاسكولار مونيتورنج ان هو واحد من الحاجات اللي احنا بنستعملها بس ما هواش كل حاجه.